الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي أن ألبس الجورب وأمسح عليه في حال كثرة الشك في وصول الماء إلى الرجل؟ الحمد لله رب العالمين، الوصية لك يا أخي الكريم ألا تعود نفسك على كثرة الشك والوساوس والأوهام والخيالات، وعليك أن تداوي نفسك بعدم الالتفات لمثل هذه الشكوك والوساوس، فإن هذه الشكوك لن تقف عند حد غسل القدم فقط، بل قد تأتيك في مسح الخفين أيضا، لأن هذا مرض نفسي يحتاج إلى المبادرة بعلاجه. ومن أعظم ما تعالج به هذه الوساوس أن تعرض عنها وألا تعمل بمقتضاها وألا تنظر لها بعين الاعتبار وأن تلهو عنها، ولا بأس بذلك أن تلبس الخف بعد الطهارة الكاملة لتمسح عليه، فإن المسح على الخفين أمر جائز، وقد ثبتت به الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان مقصود لبسك هو الفرار من كثرة الشك في غسل القدم أو غير ذلك، فالمسح على الخفين من الشريعة الثابتة. ولكن الذي أريده منك ألا تعود نفسك على الالتفات للشكوك، وحاول أن تلهو عنها وألا تعمل بمقتضاها حتى تجتث تلك الشجرة الخبيثة من قلبك، أعني شجرة الشك وشجرة الوساوس والأطروحات الشيطانية. وهذه الشكوك والوساوس في أمر الطهارة كلها من الشيطان، فعليك أن تستعيذ بالله عز وجل منها. فإذا غسلت قدمك اليمنى 3 مرات وغسلت قدمك اليسرى 3 مرات وجاءك الشيطان وقال إنه بقي بين أصابعك أو بقي في أسفل قدمك أو أسفل عقبك شيء لم تغسله، فاستعذ بالله عز وجل منه، وإياك أن ترجع إلى غسلها مرة أخرى، فإنك إذا لم تستجب له وقطعت الطريق أمامه فإنه سيمل ويتركك. وأما إذا وجد منك استجابة والتفاتة له بين الفينة والأخرى، وكلما دعاك إلى شك استجبت له وعملت بمقتضاه، فإن الشيطان سيطمع فيك، لأنه يرى أنك أرض صالحة لزرع وساوسه وشكوكه وأوهامه وخيالاته. والله أعلم.